أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسر وما أعلن وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا المصطفى ابي القاسم محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنه الله على قتلتهم واعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. ما زلنا في الكلام في اهميه الكف عن الكلام. إلا من خير أو صدق أو بر وما شابه أو وما أشبه وكنا قد ذكرنا أن خير مصداق من مصاديق النطق بالخير هو ذكر أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم وترويجها نعود ها هنا الى اصل المطلب وهو بيان اهميه ان يكون الانسان ميالا اكثر الى الصمت الى السكوت دون الكلام اي بعباره اخرى ان يكون متحفظا جدا تجاه ما يخرج من فيه من كلمات ها هنا بعض الاحاديث الشريفه التي تؤصل لهذا وتؤكده قال رسول الله صلى الله عليه واله ان املاء الخير خير من السكوت والسكوت خير من املاء الشر اذا كان الانسان قادرا على ان يتحدث بالخير وان يبين الخير ان يفشي الخير في الناس فلا شك انه حديثه بالخير خير من السكوت أفضل من السكوت، فهو بذلك يملي الخير على من يمليه، إما على الناس، يعني لنا أن نفسر هذه العبارة بهذا المعنى، أنه يملي الخير على الناس، بمعنى أنه يبلغهم إياه، وإما لنا أن نفسر العبارة أيضاً على أنه يملي على حافظيه، على الكاتبين، على الكرام الكاتبين. الملائكه التي تكتب صحيفه اعمال الانسان فيملي عليهم خيرا خير من السكوت اما اذا لم يكن مستطيعا على ان يتكلم بالخير ولو انه يرى نفسه غير قادر على ضبط الكلام فلا شك انها هنا يكون السكوت خيراً لأن كلامه الذي يمليه قد يكتنفه الشر، أو قد يتضمن شراً. إن إملاء الخير خير من السكوت، والسكوت خير من إملاء الشر. إذا الذي نفهمه كنتيجة، هذه هي النتيجة التي نريد أن نصل إليها. من ناحية أولية السكوت والصمت أفضل ولكن إذا كان الكلام في الخير فالسكوت يكون ها هنا مفضولا مرجوحا وإنما الأفضل والأخير ما هو الكلام. حديث آخر عن الصادق صلوات الله عليه يوحي بان من صفات الشيعة حفظ السنتهم لان الامام عليه السلام ها هنا يخاطب معاشر شيعته بشكل مباشر مؤكدا على هذه الخصله اذ يقول صلوات الله عليه معاشر الشيعة يخاطب شيعته. كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. اي بسبب تصرفاتكم بسبب اقوالكم بسبب افعالكم لا تدخلوا علينا الشين. الناس يسيئون الينا اذ يقولون هؤلاء أئمة هؤلاء أنت كشيعي أنت تمثل أهل البيت صلوات الله عليهم بنحو أو بآخر فإذا كانت أخلاقك حسنة فإن الناس يقولون نعم ما ربهم عليه أئمتهم أئمتهم خوش ربهم هؤلاء أما إذا كانت أخلاقك سيئة والعياذ بالله فماذا يقال؟ والعياذ بالله يقال ان ائمتهم لم يؤدبوهم لم يربوهم تربية حسنة فتدخل بهذا على اهل البيت عليهم السلام الشين فالإمام صلوات الله عليه يوصي بأن نكون لهم زينا حتى يقول الناس: نعم ما ادبهم عليه ائمتهم. معاشر الشيعه كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. كيف؟ هنالك تتمه للروايه، ونحن دائما نعارض ان تقتطع عباره من روايه ما ولا تستكمل الروايه فلا يظهر المقصود ولا يتجلى جيدا. او لا يتبين هذا المقصود انه مقصود الامام ما هو؟ لا يتبلور المفهوم. هذا مع الاسف يقع كثيرا في الخطاب العام الذي يقال على المنابر. وكم من مرة ذكرنا هذا المثال وهو مثال مهم أن الخطباء مثلا يذكرون هذه الرواية التي هي عن صاحب الأم عن, عن الإمام العسكري صلوات الله عليه في التأسيس للنظام المرجعي لنظام التقليد وهي الروايه المعروفه التي تقول: واما من كان من الفقهاء حافظا لنفسه صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه. تجد على الخطاب العام خطاب الخطباء للشيعه انهم يقفون عند هذا الموضع ولا يتمون الروايه مع الاسف. في حين أننا لو أتممنا الرواية فإن المفهوم يتبلور أكثر حتى لا ينخدع الناس بكل من يدعي أنه مرجع ويأخذ من هذه الرواية مفهوما أقرب إلى المفهوم الذي لدى أهل الخلاف في أن جميع الصحابة عدول يكسب كل من يتعنون بعنوان المرجع يكسبه قداسة واحتراما. الامر ليس هكذا. تتمة الرواية بعدما يقول عليه السلام: فللعوام ان يقلدوه وذلك لا يكون الا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم. والامام ينفي بقول مطلق امكان ان يكون كل فقهاء الشيعه صالحين للتقليد في كل عصر ومعنى كلامه او المستفاد من كلامه الشريف انه لا بد للانسان المؤمن ان يحقق ويدقق في صفات هؤلاء الفقهاء حتى يرى من منهم يجوز تقليده من منهم يستحق الاحترام والتقديس ومن منهم لا يستحق ذلك. الروايه مطوله للعلم لا تقف عند موضع وذلك لا يكون الا بعض فقهاء الشيعه لا كلهم فان لها تتمات تبين صفات هذا الفقيه الذي ينبغي احترامه وتقليده. مضمون ما ياتي بعد ذلك انه فمن ركب منهم فواحش العامة فلا تقبلوا منهم فلا تقبلوا منه ولا كرام اذا رايتم ان فقيها على فرض انه فقيه لكنه مثلا في الجانب التقوى في جانب التقوى يعمل ما يعمله الفقهاء العامة مثلا من التودد الى الطغاه الى السلاطين خلط الحق بالباطل الانكباب على الدنيا لا الاعراض عنها فانه لا ينبغي ان نقبله ولا كرامه هذه الرواية أيضا التي بين أيدينا معاشر الشيعة كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا كثيرا ما لا تتم حتى يتبين كيف نكون زينا لهم ولا نكون عليهم شينا. تتمة الرواية وقولوا للناس حسنا. هذه آية في القرآن الحكيم الإمام الصادق عليه السلام أدرجها في حديثي. كيف نقول للناس حسنا؟ يقول واحفظوا ألسنتكم وكفوها عن الفضول وقبيح القول فضول الكلام يعني شنو؟ يعني الكلام اللي ما يودي ولا يجيب الكلام اللغو لغو الكلام كلام البطالين. الكلام الفاضي على تعبير، هذا يسمى فضول الكلام. أما قبيح القول فماذا؟ فهو الكلام المحرم أو الكلام المكروه. المحرم مثل الخوض في الأعراض، والعياذ بالله. سباب الناس، سباب المؤمنين. إفشاء الفاحشة بين المؤمنين. وتارة يكون كلامًا مكروها كغيبة غير المؤمن، لأن غيبة المؤمن محرمة، أما غيبة غير المؤمن ففي بعض صورها تكون مكروهة، لأنه ورد في الأحاديث الشريفة أنه لا ينبغي للمؤمن ذلك، فيستغيب الإنسان مثلًا كافرًا أو يستغيب مخالفًا أو ما أشبه، هذا مما لا ينبغي. إذا هذه الرواية لو لاحظتم تبين لنا أنه كيف نكون زينا ولا نكون شينا عليهم صلوات الله عليه بأن نقول للناس حسنا وأن نحفظ ألسنتنا ونكفها عن الفضول وقبيح القول إذا الرواية أجنبية عما يراد من وراء ذكرها في بعض المنابر او على بعض المنابر المنتمية للاحزاب الضالة او الاتجاهات المنحرفة فانه كثيرا ما ياخذون هذه الرواية ويخرجونها عن سياقها وعن معناها لتنويم يعني يستدلون بها لتنويم اولئك الذين يريدون الجهر بحق آل محمد صلوات الله عليهم ودعوة الناس الى ولايتهم والبراءة من اعدائهم. هكذا يقولون للناس انه كفوا مثلا عن بيان مساوئ اعداء اهل البيت. كعمر مثلا لا تذكرونه بسوء لا تهاجمونه لماذا؟ لان الائمه عليهم السلام قالوا كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شيئا هكذا يستخدمون او يوظفون روايه ما ينتقونها ويخرجونها عن سياقها وعن معناها حتى يحققوا ما يريدونه من الاهداف الباطله الروايه كما ترون لا علاقه لها بمساله الكف عن دعوه الناس الى البراءه الروايه ليست في معرض اسقاط التكليف بالنهي عن المنكر لاننا نعلم ان ولايه عمر مثلا اي ان يوالي الانسان عمر هذا منكر يجب النهي عنه ولو في الجمله فالروايه ليست في هذا المقام اصلا ليست في هذا الباب إنما الرواية في الجانب الأخلاقي فقط في جانب التعاملات والعشرة والمعايشة والمخالطة أنه قولوا للناس حسنان لا تتحدثوا معهم بالباطل لا تسبوهم لا يقبح كلامكم الإنسان ما يكون سباب ما يكون لعان ما يكون متفحش في كلامه هذا هو المراد بالرواية يكون لسانه مصونا جانب الأخلاقي تعاملات اليومية تعاملات الناس في السوق تعاملات الناس في العمل تعاملات الناس في الدراسة في الجوانب الاجتماعية، جوانب المخالطة الاجتماعية. الرواية انما هي في هذا المضمار. اما ان ناخذ هذه الرواية لكي نستدل بها على اسقاط التكليف. ناخذ هذه الرواية لكي نعطل وظيفة الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر. ناخذ هذه الرواية لكي نقطع طريق التبليغ والجهر بالحق واماتة الباطل كلا وحاشا مثل هؤلاء الذين يستدلون بهذه الروايه كمثل من يقول مثلا فلنكف عن دعوه اليهود والنصارى الى التخلي عن دينهم ببيان مساوئ دينهم والطعن في كتبهم المقدسة، وثلب علمائهم ورموزهم ومن يحترمون، وبيان انهم مشركون في الله، اذ يثلثونه تارة او ينسبون اليه ابنا تارة اخرى، او بيان انهم ذاهبون الى جهنم وبئس المصير ان مضوا على عقيدتهم هذه. يأتيك الشخص فيقول لماذا تقول للنصراني انك مشرك؟ إما عليهم السلام قالوا كونوا لنا زينة ولا تكونوا علينا شينا، تقبل منه هذا الكلام؟ تقول له انك احمق لم تفهم الرواية اصلا، تستدل بالرواية على امر خارج عما تريده الرواية، هل تريد منا ان نتوقف عن دعوة النصارى الى الاسلام؟ بدعوى أن كلامنا الذي نعرض فيه الحق لهم ونكشف لهم أنهم على باطل يشين أئمتنا عليهم السلام؟ يؤذيهم فهم يأخذون عنا فكرة سيئة مثلا ويقولون لسوء ما رباهم عليه أئمتهم؟ كلا وحاشا هذا تبليغ هذه دعوة الحق وتلك وظيفتنا وأساساً لا أحد من العقلاء يفهم الدعوة إلى أن يترك دينه الباطل ولو في نظر الداعي لا يفهم أحد هذا الكلام على أنه سب إلا الحمقى الذين لا كلام معهم كالوهابيين مثلاً الوهابيون يقولون بانه انتم حينما تهاجمون عمر او تنتقدون عمر مثلا وتقولون بانه رجل كان ظالما لاهل البيت عليهم السلام انتم هكذا تسبونه هذا احمق نحن لم نسب عمر حينما اقول عمر كان ظالما لا اكون قد سببته وانما هذه هي قراءتي لشخصيته لك ان تناقشني في الادله، اما ان تزعم ان هذا الكلام هو سب فهذه حماقه ظاهره. فاذا العاقل لا يفهم هذا الكلام من قبيح القول ولا من فضول القول. بل على اقل تقدير يقول ان الداعي الذي يدعوني الى دينه الى مذهبه يقول حسنا من القول ولو في نظره هو فهو معذور وان كانت مبانيه خاطئه ادلته خاطئه فاذا لا يتصور هذا المدعو الذي دعي الى هذا الدين او المذهب لا يتصور ان هذا الرجل الذي دعاه قد جاء بشين حتى يحسبه على ائمتي صلوات الله عليه فلا نكون بهذا قد ادخلنا الشيء على ائمتنا ليس بياننا للحق وليس عرضنا لتفاصيل ما جرى على ائمه اهل البيت عليهم السلام من قبل اعدائهم وليس ثلبنا لهؤلاء الاعداء وكشفنا لحقيقتهم خاصه اذا استخدمنا فيه البرهان والدليل واستدللنا بنصوص من السنه الشريفه ليس هذا القول من قبيح القول او من فضول الكلام حتى تكون الروايه ناهيه عنه الرواية انما تنهى عن ان يكون الانسان يتحدث بفضول القول كلام اللغو او قبيح القول. اما فضول القول فلا شك انه ليس بفضول. ان تدعو الناس الى البراءة من اعداء الله ورسوله واهل البيت يكون هذا لغوا؟ واما قبيح القول فكيف لأحد أن يجسر ويقول إن هذا من قبيح القول وقد قاله آل محمد عليهم السلام أنفسهم يعني أنا حينما آتي برواية مثلا عن أحد يا إمة أهل البيت صلوات الله عليهم في النكير على أعدائهم وكثيرا ما تكون بعض هذه الروايات مصرحة بالأسماء كقول الحسين عليه السلام مثلا ان ابا بكر وعمر ظلمانا وضيعانا مثلا بالنص هكذا كيف يجسر احد على ان يقول هذا من قبيح القول فينسب الى ائمتنا عليهم السلام بل الى نبينا صلى الله عليه واله انه ياتي بقبيح القول اذا نحن بحاجه الى ان نفهم الروايات وأن لا نلوي معانيها تسويقا لأهدافنا الدنيوية كما تفعل بعض الجهات الضالة المنحرفة المتلبسة بالتشيع والتشيع منها براء كالأحزاب البترية مثلا قال الصادق عليه السلام معاشر الشيعة كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا وقولوا للناس حسنا أصلا نفس قوله وقولوا للناس حسنا يمكن الاستدلال به على أن الدعوة إلى ترك ولاية أبي بكر وعمر وسائر الظالمين هو أمر مستحب بنفس هذه الرواية لأن الإمام يقول قولوا للناس حسنا ولا شك أن الدعوة إلى نبذ موالاه اعداء الله والظلم والجائرين والطغاة هو من حسن القول لا شك. وقولوا للناس حسنا واحفظوا السنتكم وكفوها عن الفضول أي اللغو وقبيح القول أي الكلام المحرم. في رواية أخرى عن الصادق صلوات الله عليه، قال: وطن نفسك على حسن الصحابة لمن صحبت. وطن نفسك بمعنى اجعل اجعل هذا حسن الصحابة اجعل هذا سجية لك. صفة دائمية لك. أن تصاحب الناس، تصاحب من صحبته بالحسن بالخير. كيف؟ وطن نفسك على حسن الصحابة لمن صحبت، وحسن خلقك أخلاقك. وكفّ لسانك هذا هو مطلوبنا. وكظم غيظك غيظك اكظمه كما كان يفعل إمامك الكاظم عليه السلام طبعاً إلا في حق إذا كان الإنسان يغتاظ بسبب تفشي الباطل مثلاً فغيظه هذا شرعي. انما المراد اكظم غيظك يعني اعرض عن السفهاء. رجل بالشارع يسبك. اكظم غيظك. هذا السفيه هذا لا يستحق ان يرد عليه. اما ان وجدت احدا يتطاول مثلا على النبي الاعظم صلى الله عليه واله فتكظم غيظك. كلا وحاشا وكف لسانك وكظم غيظك واقل لغوك، لغو الكلام، الكلام الذي هو الهذر الذي لا فائدة فيه، الحكي الزايد عن المأكولات، وعن المشروبات، وعن المشتريات، وعن الملاعب، واللاعبين، لاعبي كرة القدم، وكأس العالم. والكلام هم اللي عادة هم بالمقاهي عن الانتخابات وعن البرلمان وعن الأحزاب وعن الأوضاع السياسية وكلهم يصورون يفتهمون بالسياسة وما يفتهمون ولا أحد كل واحد يحلل هالشكل تحليلات سياسية وهالشكل راح يصير وكذا وهو يتصور فاهم يعني وكل شيء ما فاهم هذا لغو هذا اتركوا هذا الكلام أفضل تكلموا بالقرآن والسنة المطهرة خير لكم وأقل لغوك وتغرس عفوك يعني اجعل عفوك طبعا في نسخة أخرى وتفرش عفوك يعني اجعل عفوك كأنه مغروسا في ذاتك دائما تعفو تعفو عمن أساء إليك وتجعله ايضا كانه سجيه او صفه دائميه لك كانك تفترش هذا العفو لان الانسان عاده عاده وبصفه دائمه يكون على فرشه او فرشه فتخيل نفسك انك جالس على اريكه من العفو فيكون العفو ملازما لك وتغرس او تفرش عفوك وتسخو نفسك اذن كف لسانك واقل لغوك في روايه رابعه ايضا عن الصادق صلوات الله عليه قال لا يتكلم احدكم بما لا يعنيه وليدع كثيرا من الكلام فيما يعني حتى الكلام الذي يعنيك اتركه، حتى يجد له موضعا، وهذا الامر سبق سبقت الاشاره اليه في المحاضرات السابقه من هذه السلسله، لانه بنفس معنى روايه الصادق عليه السلام رويت روايات اخرى عن الائمه الطاهرين عليهم السلام، مثلا عن امير المؤمنين عليه السلام: لا تتكلمن اذا لم تجد للكلام موقعا. وقال الحسين صلوات الله عليه: لا تتكلمن فيما لا يعنيك فاني اخاف عليك الوزر، الاثم. ولا تتكلمن فيما يعنيك حتى ترى للكلام موضعا. فاذا كلامك الذي يعنيك هو لا تجد له موضعا، يعني ليس له تاثير، او الوقت غير مناسب، الاجواء غير مناسبه، فلا تتكلم. ولو ان الناس حقيقه مضوا على هذا، استطيع ان اقول انه 60% من المشاكل والمشادات والملاسنات التي تتطور الى مآسي فيما بعد فيما بينهم تختفي، 60% تختفي. انه بس يلاحظ هذا الامر. أنه متى يتكلم ومتى لا يتكلم أما ما لا يعنيه فأصلا لا يتكلم خلص يغلق الباب على نفسي شيء ما يعنيني ليش أتكلم به فلان شنو سوى وشنو شنو سوى خصوصا عند النساء فلان تزوجت فلانة تطلق ما يعنيكم هذا الحكي خلص اتركوه هذا مو مهم أما الكلام الذي يعنيك تريد أن تتكلم فاختره في الوقت المناسب في المكان المناسب وباللفظ المناسب يكون له موضع لا يتكلم احدكم بما لا يعنيه وليدع كثيرا من الكلام فيما يعنيه حتى يجد له موضعا. فرب متكلم في غير موضعه فيما يعنيه لكن تكلم في غير الموضع. جنى على نفسه بكلامه. رب متكلم في غير موضعه جنا على نفسه بكلامه هذا نفسه من حيث لا يقصد ولا يماري ولا يمارين احدكم حليما ولا سفيها يمارين من الممارات يعني تراد الكلام لا تتلاغوا يا لا تتلاغ لا مع الحليم العاقل ولا مع السفيه الجاهل ليش ولا يمار ولا يمارين احدكم حليما ولا سفيها فان من مارى حليما اقصاه هذا الحليم العاقل اذا يشوفك انت تتلاغى وياه تتراد الكلام معه كثيرا فانه يقصيك يبعدك عنه بعد في المستقبل لا يتعامل معك جيدا يقول هذا لغوي هذا اما السفيه فشي يسوي فلا يرديك يقتلك يؤذيك ومن مارى سفيها أرداه أسقطه فإذا لا الحليم ينبغي ان تماريه ولا السفيه أن يكون كلامك مضبوطا ومتوازنا ولا يمارين أحدكم حليما ولا سفيها فإنه من مارى حليما أقصاه ومن مارى سفيها أرداه رواية خامسة أيضا عن الصادق صلوات الله عليه، لكنها تبين أنه إذا نطق الإنسان بالصدق ماذا يحصل؟ نحن الآن بينا بعضا من الروايات التي تؤكد على الصمت. والرواية الأولى التي كانت عن رسول الله صلى الله عليه وآله فهمنا منها أنه الصمت يمكن أن يكون مرجوحا إذا كان الكلام بالخير والخير فيه الصدق لأنه خير فالآن نريد أن نبين أنه إذا افترضنا أننا نتكلم بالخير ماذا نحصل؟ ما الآثار التي نحصل عليها؟ قال الصادق عليه السلام: من صدق أو من صدق لسانه زكى عمله زكاة بمعنى نما كثرة ليش احنا نقول اصلا زكاة هذا المقدار الذي ندفعه كحق شرعي يسمى الزكاة ليش زكاة مع ان المال نقص انه اخ اخرج من مالي مقدارا وادفعه لكنه بسبب هذا الدفع يزكو مالي ينمى هذا المتبقي من المال الله عز وجل يزكيه، ينميه، يكثره. الذي يزكي ماله ينمو، فلذلك سمي هذا الامر بالزكاة. نماء. فانت إذا صدقت إذا عودت نفسك الصدق صدق اللهجة، صدق الكلام، تكون صادقا مع الله. وتكون صادقا مع إمام زمانك. صلوات الله عليه وعجل الله فرجه وتكون صادقا مع نفسك وتكون صادقا مع المجتمع من حولك صدق دائم لا تكذب ابدا الا في الموارد التي اباحها الشارع اباح الكذب الكذب في حال التقيه ولا تقيه اليوم اجمالا الكذب في الاصلاح بين المتخاصمين الكذب على الزوجه هذه الموارد الكذب على زوجته طبعا مو مطلقا مو دائما مو دائما لا يعني مثلا زوجتك مثلا متاذيه او عندها مشكله او كذا انت تكذب عليها حتى تطيب خاطرها مثلا بشيء ما تقول لها انت ما اروعك ما اجملك مثلا لا اريد ان استغرق في ذلك اكثر حتى لا تاتينا مشاكل من صدق لسانه زكى عمله يزكو عملك هنا لنا ملاحظة ما المراد بالعمل الذي يزكو في هذه الرواية تارة يكون عملا دنيويا وتارة يكون عملا أخرويا قد يتبادر من اللفظ في المفهوم في يعني في مفهومه في معناه قد يكون المعنى المتبادر أن المقصود بذكاء العمل يعني العمل الأخروي، يعني الثواب يكثر إذا صدق لسانك، لكننا لا نرى موجبا لهذا التخصيص، بل نقولها هنا عمومٌ وإطلاقٌ بدلالة روايةٍ أخرى نفهم من الرواية الأخرى التي ستأتي إن شاء الله تعالى أنه لا فقط عملك في الآخرة يزكو ويكثر يعني الله يضاعف الحسنات في الآخرة والثواب في الآخرة وإنما حتى في دنياك أيضا أعمالك تزكو ويباركها الله تبارك وتعالى فتنمو فإذا كان لديك مال يكثر المال إذا كانت لديك تجارة الله عز وجل ينمي هذه التجارة إذا صدق لسانك إذا صدق لسانك لاحظوا هذه الرواية وهي حقيقة رواية لطيفة جدا وهي عن إمامنا سيد الساجدين صلوات الله وسلامه عليه علي بن الحسين عليهما السلام قال القول الحسن يثري المال فإذا كان قولك قولا صادقا حسنا خيرا مالك يكثر يثري مالك تصبح ثرية ومع الأسف كثير من من يعملون بالتجارة والسوق يضطرون للكذب على دعواهم يقول أنا مضطر أكذب لأنه ما أحصل على الربح إلا بالكذب هذا متوهم هذا هذا جاهل عنده بضاعة ويجي واحد مثلا يريد أن يشتري منه هذه البضاعة فيقول له هذا زين هذه خوش بضاعة يقول لا آه، هذا زين جيد أو واحد لحام يأتيه شخص ويقول له هذا اللحم فرش طازج مال هاليوم يقول نعم مال اليوم وهو قبل أسبوع أو قبل ثلاثة أيام مثلا كذب بس يقول إذا ما أسوي هكذا إذا أنا ما أقول له أنه هذا اللحم طازج مال هاليوم فيروح إلى غيري إلى قصاب آخر أو لحام آخر ويشتري منه لحما فأنا أخسر فأضطر إلى هذا الكذب هذا متوهم هذا متوهم طبعا هو يرتكب حراما لا يجوز من قال لك أنه يجوز أن تكذب حتى تمشي سوقك ماكو هكذا شيء وإذا حقيقة صدقت ترى الآثار والبركات الإلهية من جوانب أخرى لم تكن تحتسبها ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لا يحتسب من مكان لم يتوقع أن يأتيه رزق بس جرب وشوف فلذلك أنا أدعو هؤلاء التجار وأهل السوق وأصحاب الحوانيت والدكاكين وما أشبه فليجربوا مدة شهر فليصدق وخلي يشوف نهاية الشهر شلون يأتيه رزق فليأخذ أو فليقطع عهدا بينه وبين ربه تبارك وتعالى على أنه أنا أصدق من الآن في كل شيء أي نوع من أنواع الاحتيال في التجارة ما أصنع ولا الكذب وخلي شوف النتيجة وإذا خسر على رقبتي <applause> مشكلة بس ما يخسر قول الإمام المعصوم هو الجارنتي قول الإمام المعصوم أنا عندي قول الإمام المعصوم هذا ولا كلمة المجلس الأمن الدولي خلص كلمة واحدة من المعصوم قال علي بن الحسين القول الحسن يثري المال وينمي الرزق رزقك يكثر ينمى ينمو القول الحسن يثري المال وينمي الرزق وينسي الاجل ينسي الاجل يعني, شو يعني طول عمرك يطيل عمرك ينسي يباعد الاجل اجلك يبتعد كان مقدر انه تعيش خمسين سنه بسبب انك ذا قول صادق حسن تعيش مئه سنه الله عز وجل يضاعف عمرك القول الحسن يثري المال وينمي الرزق وينسي الأجل ويحبب إلى الأهل يجعلك محببا عند أهلك وعند الناس لأنه يبدو من كلمة الأهل العموم ها هنا أعم من مجرد الأسرة ويحبب إلى الأهل ويدخل الجنة بعد اشتري أحسن شيء كن صادقا وفليكن لسانك يعني لسانا حسنا قولوا للناس حسنا تدخل الجنه بشفاعه علي بن الحسين صلوات الله عليهم لانه هو القائل فانت يوم القيامه لك ان تذهب اليه وتقول سيدي ومولاي انت القائل هكذا وانا التزمت بوصيتك فيشفع لك ويدخلك ويدخل الجنه. ها هنا ايضا روايه اخرى عن زين العابدين صلوات الله عليه. وهي تبين لنا القاعدة أن الصمت أفضل إذا كان الكلام محتمل أن ينطوي على لغو أو باطل أو كذب أو تفحش أو ما أشبه ولكن إذا سلم الكلام من الآفات فلا شك أن الكلام يكون ها هنا أفضل سُئل عليه السلام عن الكلام والسكوت أيهما أفضل؟ فقال عليه السلام: لكل واحد منهما آفات، فإذا سلما من الآفات فالكلام أفضل من السكوت، إذا سلم كل من الكلام والصمت من الآفات فالكلام يكون أفضل من السكوت. قيل وكيف ذاك يا ابن رسول الله؟ فقال عليه السلام: لان الله عز وجل ما بعث الانبياء والاوصياء بالسكوت انما بعثهم بالكلام. وهذا فيه رد على من يتنطع ويقول اصمتوا عن بيان الحقائق والجهر بها لاهل الخلاف ومن اشبه. نقول وهل بعث الله الانبياء والاوصياء بالسكوت والصمت أم بعثهم بالكلام نحن مأمورون بأن نتكلم فاصدع بما تؤمر الجهر بالحق لأن الله عز وجل ما بعث الأنبياء ولا أوصياء بالسكوت إنما بعثهم بالكلام ولست حق ولست حقت الجنة بالسكوت السكوت بالسكوت نحصل على الجنة أم بالكلام بأن نذكر الله تبارك وتعالى بأن نعبد الله ولستوجبت ولاية الله بالسكوت ولا وقيت الناس النار بالسكوت ولا وقيت الناس النار بالسكوت ولا تجنب سخط الله بالسكوت إنما ذلك كله بالكلام ولكن أي كلام السالم من الآفات الذي ليس فيه آفات. ليس فيه محرمات ولا لغو ولا فضول إنما ذلك كله بالكلام ما كنت لأعدل القمر بالشمس الشمس للقمر الشمس ما كنت لأعدل القمر بالشمس إنك تصف فضل السكوت بالكلام ولست تصف فضل الكلام بالسكوت الآن إحنا من بداية بحثنا هذا في أهمية السكوت والصمت صحيح؟ كيف بينا؟ إنما بينا أهمية وفضل الصمت بماذا؟ بالكلام هسه هذا كلامنا اللي دي نتكلم هذا نتكلم نصف فضل السكوت بماذا؟ بالكلام نفسه أما إذا أردنا أن نصف فضل الكلام هل لنا أن نصفه بالسكوت؟ كلا فإذا يكون الكلام أفضل هو هذا الكلام الذي انا احتاج لان اقوله كي ابين ايها الناس اصمتوا الا من خير صن لسانك احفظ لسانك هو هذا كلامي احفظ لسانك دا اقول كلام بعد فاذا الكلام يكون افضل من السكوت ما دام سالما من الافات ما كنت لاعدل القمر بالشمس انك تصف فضل السكوت بالكلام ولست تصف فضل الكلام بالسكوت اذا علينا ان نتكلم ولكن ان يكون الكلام سالما من الافات ليس فيه باطل ليس فيه محرم ليس فيه لغو ليس فيه تفحش وان يكون في موضعه في الوقت المناسب وان يكون الكلام باللفظ المناسب تختار من الكلام يعني تكلم ولكن اختر لفظ المناسب الذي لا يؤدي الى ردة فعل معكوسه ولو لانك اخطات التعبير وهذا ما يدل عليه قول امير المؤمنين صلوات الله عليه لا تسئ اللفظ وان ضاق عليك الجواب حتى اذا كنت غير قادر على بيان الامر وتجيب على السؤال الموجه اليك جيدا فلا تستخدم الألفاظ السيئة، لا تسئ اللفظ. وقال عليه السلام أيضا: أحسن الكلام ما لا تمجه الآذان، الآذان لا تمجه، لا تذبه. أحسن الكلام ما لا تمجه الآذان ولا يتعب فهمه الأفهام. الكلام السهل السلس الذي الطرف المقابل يتمكن من ان يفهمه بسلاسه لا تمجه اذنه وهذه للعلم كانت سجيه المجدد الثاني رضوان الله تعالى عليه فان من يطالع كتبه حتى تلك التي الفها للمجتهدين كموسوعته الفقهيه مثلا وخصوصا كتاب البيع مثلا او كتاب أو مثلا تعليقاته على المكاسب وما أشبه. فهذه الكتب إذا لاحظنا ليس فيها وعورة في الألفاظ وفي البيان، دائما يحاول أن يستخدم الأسلوب السلس، الأسلوب السهل. هذا للعلم هم كان صفة الأنبياء بشكل عام صلوات الله عليهم يعني. أنهم يستخدمون الكلام في البيان الكلام السلس السهل الذي بسرعة يفهم. أما الآخرون مع الأسف يعني بعض الآخرين بعض الاخرين فحينما يكتبون كتبا علميه يتعمدون انه يصعبون ويعقدون في العبارات اقراوا الكفايه مثلا وانظروا كيف الانسان يعني يضطر الى انه يصرف عمره فقط في فك الضمائر وارجاع الضمائر الى اي معنى وكذا طيب ليش كل هذا وكان بالإمكان أن يستخدم أسلوب أسهل من هذا بكثير على حال فكان المجدد والراحل رضوان الله تعالى عليه يطبق حقيقة كلام أمير المؤمنين عليه السلام أحسن الكلام ما لا تمجه الآذان ولا يتعب فهمه الأفهام نختم برواية عن الصادق صلوات الله عليه ورواية أخرى عن الباقر ترتبط بتلك اما الروايه عن الصادق فهي التي رواها شيخنا الصدوق في الفقيه قال النوم راحه للجسد والنطق راحه للروح والسكوت راحه للعقل تسكت يرتاح عقلك لكن اذا اردت ان ترتاح روحك فتنطق رواية عجيبة هذه للعلم. النوم راحة للجسد، والنطق راحة للروح، والسكوت راحة للعقل. فتوازن أنت، أنت وازن، لا تكن مكثرا من السكوت وفي المواضع التي تتمكن فيها من أن تنطق بالخير والصدق وحسن القول، لا تتكلم، لا انطق بالخير، تكلم، ولكن بالشرائط التي ذكرناها، لا تسئ اللفظ لا يكن كلامك مشتملا على محرم، لا يكن كلامك مشتملا على لغو او باطل. استخد... و... وليكن كلامك فيما يعنيك وفي الموضع المناسب انطق انطق بالخير، لانه بذلك انت تنفس عن روحك. والا اذا لم تنطق وهذه الحاله للعلم تحصل عند المبلغين، عند العلماء وطلبه العلم ومن اشبه ممن يعرفون الحق. حقيقة تابك حالة من الضيق تكاد أن تنفجر إذا لم تنطق إذا لم تصرح للناس بالحقائق إذا لم تدعوهم إلى الحق لأنك ترى المجتمع يظل أمامك وأنت جالس هكذا ساكت ختمت على لسانك أطبقت أطبقت شفتيك ما تتحمل هذه الحالة كانت تقع عند بعض اصحاب اهل البيت صلوات الله عليهم وتلامذتهم. كان ياتي الرجل ويسمع احاديث اهل البيت عليهم السلام ويتلقى علومهم ومعارفهم. ومن جهه اخرى لا يتمكن من ان يفشيها في الناس خصوصا في تلك العصور. ما يقدر يحدث بها كل احد. اولا لان بعض العقول كانت ما تستطيع ان تستوعبها خصوصا الحديث عن مقامات اهل البيت عليهم السلام وولاياتهم. وبعض وبعض الناس الاخرين كانوا اصلا من الاعداء اذا حدثوهم بما اخبرهم به اهل البيت عليهم السلام كان هؤلاء المتحدثين الرواه يتعرضون الى الخطر، يتعرضون الى البلاء، قد يقتلوا، قد يسجنوا فلذلك كان الواحد منهم يكاد ان ينفجر، فياتي الى الامام عليه السلام ويساله ماذا اصنع؟ يعني اني اشعر بين صدري باني أخ يعني اختزن من العلوم والمعارف من احاديثكم الشيء العظيم ولا اتمكن ان اخبر به احدا فماذا اصنع؟ شوف يصير عنده ضيق في الروح، ليش الامام عليه السلام يقول النطق راحه للروح. فالامام عليه السلام اعطاه او نصحه بنصيحه جعلته على الاقل ينفس عن روحه ينطق كيف؟ لاحظوا هذه الروايه التي يرويها الكشي او الكشي في رجاله والمفيد في الاختصاص عن جابر بن يزيد الجعفي وهو من اعاظم الرواه واصحاب الائمه عليهم السلام قال حدثني ابو جعفر عليه السلام اي الامام الباقر سبعين الف حديث لم احدث بها احدا قط ولا أحدث بها أحدا أبدا سبعين ألف حديث مو سبعة ولا سبعة سبعمائة ولا سبعة آلاف سبعين ألف لا شك هذه ثروة مع معرفية وعلمية ضخمة وكبيرة ما يتحملها الإنسان والمشكلة أنه ما كان متاح لي أن أحدث بها أحدا قط قال جابر: فقلت لابي جعفر عليه السلام: جعلت فداك انك حملتني وقرا، وقرا عظيما، وقرا عظيما يعني ثقلا عظيما. حملتني ثقلا عظيما، ثقل صار. انك حملتني وقرا عظيما بما حدثتني به من سركم الذي لا احدث به احدا، اسراركم هذه كانت. وربما جاش في صدري جاش في صدري يعني اضطرب في صدري صار عندي حاله اضطراب بسبب هذا الثقل العظيم وربما جاش في صدري حتى ياخذني منه شبه الجنون اكاد انجن انا من هل قد يحتوي صدري على اسراركم وما اقدر افشيها لاحد فيصير عندي ضيق في الروح اكاد ان انجن ان اجن بسبب ذلك وربما جاش في صدري حتى ياخذني منه شبه الجنون. هنا صارت شوفوا حاله نفسيه صارت الان، يعني هذا عنده مشكله نفسيه الان. فالامام يعطيه العلاج، فقال عليه السلام يا جابر فاذا كان ذلك فاخرج الى الجبان، مو الجبان، الجبان بتشديد الباء، يعني الصحراء. اخرج الى الجبان فاحفر حفيره احفر حفره صغيرة حفيرة ودل رأسك فيها انزل رأسك فيها ثم قل حدثني محمد بن علي بكذا وكذا ألق حديثك الى الارض ألق حديثك الى الارض بهذه الطريقة تكون انت قد نفست عن روحك النطق شنو راحة للروح تكون قد نفست عن روحك وعالجت نفسك لا يصيبك الجنون والقيت كلامك الى الارض التي نعلم انها يوم القيامه ماذا تنطق؟ طيب قل الارض هذه تنطق فانت تحملها هذه الاسرار لان احدا على الارض في ذلك الزمان ما كان صالحا لان تفضي اليه بتلك الاسرار فالارض هذه تشهد لك يوم القيامة بأنك حدثتها بأحاديث محمد بن علي الباقر صلوات الله عليهما هذا معنى النطق راحة للروح بهذا نكون قد أتممنا الحديث حول الصمت والكلام وضرورة حفظ اللسان هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد محمد, الله. محمد. الحمد.